Good morning children, welcome to Hiba School. اليوم يا حلوين رح ناخذ الفونكس الصوتيات من يونت 4 Have you got a milkshake? كتاب Family and Friends. Let's start together. اليوم عنا حرفين مع بعض رح يعطونا صوت واحد. احنا بنعرف انه الجي اسم الجي صوتي اج. اوكي؟ واليوم رح نتعرف عليه مع الحرف الثاني هو الار رح يعطونا صوت واحد هو جرا جرا جراس عشب جراس عشب جريبس عنب جريبس عنب لاحظ ان الجي والار جاء في بداية الكلمة واعطانا صوت جرا هون يا حلوين عنا حرف البي والار البي والار اعطونا صوت واحد هو برا برا برش فرشاة شعر برش فرشاة شعر كنا بنفرش فرشاة الشعر بريد خبز بريد خبز نلاحظ ان البي والار جاء في بداية الكلمة واعطانا صوت برا هون يا حلوين عنا حرف الاف والار الاف والار اعطانا صوت واحد هو فرا 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 فروغ ضفدع فروغ ضفدع فريزبي فريزبي صحن طائر كنا بنحب نلعب صحن الطائر بالصيف اليوم تعرفنا على حروف مع بعض حرفين بيعطينا صوت واحد عنا الجي مع الار اعطانا جرا البي مع الار اعطانا صوت برا والاف مع الار اعطانا صوت واحد هو فرا listen please and repeat there are grapes and bread and juice in the glass friends together in the green green grass play with the frisbee Play football. The friends have fun with a big brown ball. See you next time. Goodbye, يا حلوين.